أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الاحتلال أكبر 810 آلاف فلسطيني على النزوح قسراً من مدينة رفح الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين. حذرت الأونروا من استمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء استمرار إغلاق الاحتلال لمعبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري لليوم الرابع عشر على التوالي.